بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي الأمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولياء تلاميذ السنة الأولى، أرحب بكم مجددا في سلسلة كيف تعلم ابنك في المنزل في ظل هذه العطلة جراء وباء الكورونا، الذي نطلب من الله عز وجل أن يعافينا من هذا الوباء ويبعد عنا كل الأسقام. اليوم درس التعبير الكتابي، ماهية التعبير الكتابي في السنة الأولى، كيف يكون، من أين أبدأ وإلى أين أصل. التعبير الكتابي يأتي بعد القراءة، بعد الكتابة، بعد الإملاء. لازم التلميذ يكون متمكن من القراءة والكتابة والإملاء، ويكون متمكن من الحروف جميعا، وإلا فلن يستطيع إنجاز شيء ولن يستطيع أن يعبر كتابيا. كيف يكون التعبير الكتابي في سنة أولى ابتدائي؟ التعبير الكتابي في سنة أولى ابتدائي يعبر التلميذ عن طريق الصور، المشاهد المصورة فقط، مثل هذه المشاهد المصورة. نعتمد على الكتاب الفصل الثالث وحدة أحافظ على أسنان، الصفحة 101. من هذا ننطلق، من هذا كاين نماذج أخرى للتعبير الكتابي ما قبل، مثل مثلا يعطيه كلمات، يقول له مثلا هذا التمرين في دفتر أنشطة، لأنه أولياء التلاميذ ما عندهمش دفاتر أنشطة، هي خاصة بالقسم والأستاذ يحاسب عليها لأمور تنظيمية وأمور تفتيشية وإدارية. التلميذ هنا يعطوه تمرين، يقول له مثلا حوط لي لوني الكلمات التي فيها حرف الغين. هذه التمارين تخدم التعبير الكتابي، ولكن الآن هنا يرانا في مرحلة متقدمة. هنا التلميذ تاعنا راه يقرأ، راه يكتب، راه يعرف الحروف. كيفاش نبدأ معها التعبير الكتابي؟ مثلا لدينا هذه الصور، صور تاع الأسنان، إبهام، بئر، ماء. أنا كيفاش ولدي يعبر لي كتابيا؟ نعطيه الصورة ولكن الكلمة نشوش له الحروف، نكتب له مثلا، نكتب له هنا مثلا نا أس نون، قول له رتبها لي على حسب الصورة. نعطيه مثلا بئر، نعطيه رون، نكتبها له بهذه الطريقة، نكتب له بي بهذه الطريقة، نشكل له ونقول له رتبها لي. مثلا ماء، نعطيه أن ما، نقول له رتبها لي. نزيد كذلك حلويات، ممرضة، سماعة، حنفية. هذه كلمات مجردة نكرة بدون ألف واللام، نبدأ له بهذا البساطة. نعطي لولدي هذه الصور حتى ولو نضطر أن نغطيها بشريط أو بورقة، أو مهم تستعمل أي وسيلة، أو أنك لا عندك طابعة في البيت تطبع له هذه الصور وتعطيه يخدم. أو مثلا تأتي له بقلم، تعطي له قلم صور، تجيب له قلم مثل هذا تحطه له، قال هذا ما هذا، قال هذا قلم، مثلا تكتب له هكا من لا وسط الكلمة، وتكتب له قا، تقول له هذه الحروف شكل لي منها كلمة لهذا أو تسمية لهذا الشيء الذي أمامك. نتابعه الأول، نعطي له وضعيات مختلفة، ننوع له الوضعيات حتى نشوف بأنه ابني استطاع أن يشكل لي كلمات اعتمادا على مشاهد مصورة. أنت أفضل وسيلة أنك تستعمل اللوحة، استعمل اللوحة، اللوحة تقدر باللوحة تاعو تشوش له الكلمة هنايا ويكتبها لك هنايا كتابة صحيحة، وتضع له الصورة أمامه، أو أنت تستعمل وسيلة، البيت مملوء بالوسائل، وهي لو تستعمل الكتاب أفضل، تستعمل الكتاب أفضل. الآن أنهينا هذه المرحلة، نروح أو نذهب إلى مرحلة أخرى، درجة الصعوبة الثانية. مثلا ما أعجب الحاسوب، هنايا كلمات فيها أل الشمسية، وكلمات فيها أو في الدرس الموالي في عودة أبي مسافر فيها هذه أل الشمسية والأخرى أل القمرية. مثلا
نعطيه دائما، نبقى له في نفس الرتم، نبقى له في نفس الرتم، ولكن هذه درجة صعوبة أكثر لأنه تحتوي على كلمة معرفة بالألف واللام. دائما نفس الشيء، نشوش له الكلمات، نحط له الصورة تاع الحاسوب أمامه، نكتبها له في اللوحة أو في ورقة. قال ح ال بو سو سو. نقطة مهمة، لما نجد مثلا الحاسوب الحاسوب مثلا، هنا التقطيع الصوتي لهذه الكلمة ال صوت واحد، حا صوت واحد، سو حو صوت واحد، وبو صوت واحد. لما يكون نجد هذا الشكل ونجد حرف لديه سكون يتبع الأول في القراءة ال حا سو بو، لكي تكونوا في الصورة وتستطيعوا أنكم تقدموا الدروس لأولادكم بطريقة صحيحة. هنا نعتمد نفس الطريقة الأولى ولكن درجة الصعوبة أكثر لأنه تتضمن الألف واللام، تتضمن الألف واللام. خلي ولدي يرتب لي هذه الكلمات أو هذه، نعطي أصوات شوشها له، يرتب لي هذه الأصوات على حساب الصور التي لدينا في الكتاب. نعتمد على الكتاب، نعتمد على الكتاب، نعرف بأن كل التلاميذ لديهم كتب في المنزل. إذا رتبنا كلمات بسيطة ورتبنا كلمات فيها درجة صعوبة متوسطة أو أكثر، نروح الآن إلى، نتطور الآن في درجة الصعوبة. الآن نعطيه صور وهو يعبر عليها كتابيا، نعطيه صور وهو يعبر عليها كتابيا. هذه كذلك ال القمرية أو ال الشمسية ندرجها في خانة التمارين الأولى، يعني نشوش له الأصوات، هو يعطيني أسماء أو اسم هذه الصور بترتيب الأصوات ليشكل كلمات. وتبعوا إذا أخطأ نتبعوا ونتبعوا وليدي ونصبر عليه. وهذه الحصص لا أدرجها كلها في حصة واحدة، يعني كل مرة ندير له حصة، كل مرة ندير له حصة، وكل مرة نزيد درجة الصعوبة. الآن نذهب إلى مرحلة أخرى وهي أنني نعطيه الصور، هو يعطيني الاسم نتاع الصور هذه مباشرة. قال هذه، يكتب لك التلميذ حاسوب أو الحاسوب، يكتب لك حاسوب حاسوب أو يكتب لك الحاسوب. هنا يعبر كتابيا عن الصور، هذه مرحلة مهمة جدا، يعبر كتابيا عن الصور. نعتمد على الكتاب، نعتمد على الكتاب، حاسوب، الكرسي، شاشة أو الشاشة، أقلام أو الأقلام، يعني ننوع له. حتى معليش أني نرجع له إلى الصور القديمة، مثلا نرجع له هذا يعطيني أسماءاتهم، مثلا نرجع له هذا يعطيهم لي، معليش يعني نرجع لهذا يعبر لي كتابيا. خليه يعبر كتابيا، يعني هذه المرحلة إذا تمكن منها شيء جميل. كما قلت خليه يعبر لي عن الصور كتابيا، هو يعبر بنفسه، يكتب، يعبر كتابيا يعني يكتب، ليس شفوي وإنما يكتب. كل واحد يعطيني اسم، ندير له هكا بورقة، ندرج له على الأسماء تاع الصور ونقول له عبر لي، يلا ما هذا؟ يقول له وجه، يكتب لك إنسان فني صحيح، يقول لك هذا وردة أو الوردة، هذه وسادة أو الوسادة، موز أو الموز. يعني نتبعه وخليه يعبر لي كتابيا. هذه المرحلة نعطيها وقت كبير، نعطيها وقت كبير، لأنه التلميذ إذا استطاع أن يعبر عن الصور، يعبر بطريقة بسيطة أو طريقة معمقة، هنا نعرفه بلي هذا التلميذ ناجح وقد اكتسب مهارة التعبير عن الصور. الآن نذهب إلى مرحلة أخرى، نستغني عن الصور الآن،
نعتمد على النصوص، التعبير الكتابي الآن نعتمد على النصوص. كيف؟ صام أحمد أول يوم من رمضان. خليه يقراه، خليه يقراه، يقراها مرة مرتين ثلاثة. صام أحمد أول يوم من رمضان، هذه جملة. ثم ماذا أفعل؟ نشوشها له، نشوشها له. قال أحمد أول رمضان صام يوم. قال من تلميذ هنايا يرتب لك هذه الكلمات ليشكل جملة ويقرأها. لما يشكل لك جملة يقرأها. مثلا أحمد، مثلا قلت لك أحمد، قلوبنا معلقة مع أحمد لأنه أحمد هو الشخصية الرئيسية في الكتاب السنة أولى ابتدائي. قال مثلا يكتب لك أحمد أول يوم من رمضان صام. قال قرأها، ماذا ينقص فيها؟ لماذا رتبتها بهذه الطريقة؟ يعني نتبعوا نرافق ولدي حتى أنه إذا ما لقيت، إذا لقيته مثلا ما رتب ليش هذه الجملة، نروح له الجملة بسيطة، نروح له الجملة بسيطة مكونة من كلمتين فقط. قال قال مثلا تكتب له صام أحمد رمضان، صام أحمد رمضان. هنا هذه خليه يقراها ومن بعد نشوشها له ويرتبها لي. ثم نزيد له أول يوم، نزيد له أول يوم. إذا ولدي ما قدرش يرتب لي جملة بسيطة، نقص من ذيك الجملة ونعاود نزيد نركب فيها، نعاود نزيد نركب فيها حتى أنه يوصل أنه يرتبها بطريقة صحيحة. نعتمد على الكتاب كما قلت. مثلا ما أطيب رائحة الشواء في عيد الأضحى. يقرأ ما أطيب رائحة، ما أحلى يوم العيد، ما أجمل، ما أطيب رائحة الشواء. خليه يقرأ، خليه يقرأ، لأنه هنا هذا الأمور هذه تعتمد على النصوص المنطوقة الموجودة في المناهج التي يقدمها الأستاذ. أنت لا تذهب إلى هذه الأمور، هذه من مهام الأستاذ. أنت مهمتك أنك تقول له ما أطيب هذه أو ما أطيب رائحة الشواء. هنا يقرأها ثم بعد ذلك تشوشها له وهو يرتبها. مثلا ما استطعش أنه يرتب لك من هذا لأنه ما قراش النصوص المنطقة، نرجع له إلى النصوص الأولى، نرجع له إلى النصوص إلى النصوص الأولى. مثلا هنا في حديقة المنزل، غرس أحمد شجيرة ليمون، غرس أحمد شجيرة ليمون. هذه نشوشها له لأنه هذه قراها وشافها في الصور وشافها في المنطوق. وبعض الأساتذة جزاهم الله خيرا يعتمدون على جهاز الداتاشو من أجل عروض النصوص أو فيديوهات النصوص المنطوقة. هذا عنده فكرة عليها وعنده صورة عليها وقراها ويعرف الحروف تاعها. قال غرس أحمد شجيرة غرس الليمون أو ليمونين. لازم الأولى يقراه. يقول لك يرتب لك، يقول لك غرس أحمد شجيرة ليمون، ولا يقول لك أحمد غرس شجيرة ليمون. ثم نزيد نقدم له ونروح له الكتاب ونشوف له الجمل المناسبة التي يستطيع أن نشوشها ويعطيني ويرتب لي ولدي. إذا استطاع التلميذ أن يرتب جملة أو يرتب كلمات ليشكل جملة، هنا قد تمكن من الكفاءة الختامية للسنة الأولى في التعبير الكتابي، وهي ترتيب كلمات ليشكل جملا ويقرأها. لا نكتفي بهذا القدر، عندي ولدي بيت نجربه أنا، بيت نجربه أنا. يا هل ترى يستطيع هو كما قلت لكم ترتيب الجمل، ترتيب الكلمات ليشكل جملة ويقرأ؟ هذه هي ملمح التخرج تاع السنة الأولى ابتدائي في التعبير الكتابي، يعني هذه هي المرحلة الختامية. يستطيع أنه يرتب كلمات ليشكل جملة؟ هنا نقطة،
ننتقل الى السنه الثانيه. هنا نجرب ولدي انا، ربما كاين اللي عندهم تلاميذ ما شاء الله عليهم. هنايا مثلا نروح له لهذا المشهد، نروح له لهذا المشهد. في الاولى قبل ما يعبر عليه كتابيا، قال ماذا يا ولدي ماذا حدث؟ يقول لك خرجت العائله في نزهه، خرجت العائله في نزهه الى الغابه. هنا قال اكتب لي جمله، اكتب لي جمله، عبر لي بجمله على هذا المشهد. التلميذ يكتب ورقه ويكتب لي خرجت العائله في نزهه الى الغابه، معليش يكتب لك عليها جمله. مثلا ماذا حدث العصفور؟ وجدوا عصفورا جريحا، يكتب لك وجدوا عصفورا جريحا. هنا يكتب فقط، هنا ما هنا يعني يعبر كتابيا عن المشهد. واذا قدر تلميذ يكون لك جمل عن المشاهد، جمل باعتماد على هذه المشاهد، يعني هذا التلميذ نقدر نصنفه في خانه التلاميذ الممتازين الذين لديهم كفاءه عاليه جدا في التعبير الكتابي. بهذه الطريقه وبهذا الشكل وبهذه المراحل يكون التعبير الكتابي في الفصل الثالث في السنه الاولى ابتدائي. كان معكم زميلكم الاستاذ فتحي محمد، اتمنى اني كنت موفقا في الشرح. تابعوا المراحل التي قلتكم عليها، وتابعونا في فيديوهات اخرى، اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس من اجل ان يصلكم الجديد فور صدوره. تقبلوا تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.